مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. تستمر الأجواء الغير مستقرة وزخات الأمطار الرعدية بالتشكل خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يستمر الطقس حار ومستقر في باقي مناطق المملكة. نستعرض هذه الخريطة لتوزيع الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم، حيث تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة. تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر، يتجدد تشكل هذه الغيوم الرعدية خلال ساعات ظهيرة وعصر يوم السبت مع استمرار الطقس صافي ومستقر في باقي مناطق المملكة. يوم الأحد أيضا تعود وتتشكل الغيوم الرعدية الماطرة خلال ساعات الظهيرة والعصر على مرتفعات مكة المكرمة، الطائف، الباحة، عسير ووصولا حتى جازان. أما باقي مناطق المملكة يستمر الطقس فيها حار ومستقر بشكل عام. ننتقل الآن لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يكون الطقس غالبا صافي مع 26 درجة مئوية الملموسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة لثلاث أيام القادمة لا تغيير الحالة الجوية في العاصمة الرياض. يوم السبت درجة الحرارة تقارب 40 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 26 درجة مئوية. يوم الأحد نفس الأجواء نفس الحرارات، ويوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تكون الحرارة في بداية الأربعينيات خلال ساعات النهار، أما ليلا ترتفع لتسجل 28 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.